مو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، سيداتي سادتي، ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حفل شركة البترول الوطنية الكويتية لوضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي. ما جاء مشروع الوقود البيئي إلا حرصاً من الشركة على مواكبة أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في الأسواق العالمية. إن خير ما نستهل به حفلنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد جاسم البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. حضورنا الكرام، إن مشروع الوقود البيئي يعد أحد أهم وأضخم مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت من حيث القيمة الإجمالية والمعدات المستخدمة لتنفيذه، كما أنه يساهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية. يتفضل الآن معالي الدكتور علي صالح العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، السادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعبر باسم مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرعايته الكريمة لهذا الحفل، كما أوجه الشكر الجزيل لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لحضوره الكريم. ويسعدني أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة وضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي الذي يستهدف توسيعة وتحديث مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي. وبما أن هاتين المصفاتين تعتبران من أهم الأصول والمنشآت النفطية في دولة الكويت، كان لابد من تطويرهما
حسب أحدث التقنيات لكي تتوافق المنتجات البترولية الكويتية مع أحدث المواصفات والمتغيرات التي تعتمدها الأسواق النفطية العالمية. ومن هنا انطلقت فكرة مشروع الوقود البيئي، وهو من أضخم المشاريع الكويتية، إذ يبلغ حجم الاستثمار فيه 4680 مليون دينار كويتي، وسوف ينفق ما يزيد على 20% من هذا الاستثمار في السوق المحلية، أي أنه سوف يلعب دوراً هاماً في تنشيط القطاع الخاص والحركة الاقتصادية في البلد. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الوقود البيئي هو مشروعاً رئيسياً في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وهو عنصراً هاماً في خطة التنمية التي اعتمدتها الدولة بهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، والتي نتطلع إلى إنجازها جميعاً باعتبارها التنمية الاقتصادية والبشرية هي الوسيلة والأداة للتنمية المستدامة التي وجهنا إليها بتوجيهاته السامية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً وتحويله إلى واقعاً ملموساً، ولا سيما في قطاعي البنية الأساسية والنفط. فبالرغم من الجهود التي تبذل لتنويع مصادر الدخل، فإن واردات النفط لا تزال تشكل رافداً أساسياً من مداخيل الميزانية، كما تحتل النصيب الأكبر في إجمالي الناتج المحلي. ومن هذه الحاجة أتت إلى التطوير وانبثقت مشاريع نفطية عملاقة، من بينها مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة ومشروع إنتاج النفط الثقيل الذي تم توقيع عقوده منذ أسابيع قليلة، ومشروعي وحدة الغاز المسال الرابعة والخامسة، وكذلك المشاريع الخارجية المشتركة مع دول أخرى. إن مشروع الوقود البيئي الذي نحتفل اليوم بإرساء حجر الأساس له يشكل إضافة كبرى للجهود التي تبذلها الصناعة النفطية الكويتية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد الرئيسية وزيادة كفاءة المنتجات البترولية الكويتية وتعزيز قدراتها التنافسية العالمية، بحيث نتمكن من فتح منافذ تصديرية جديدة إلى أسواق ما تزال ولا نزال نجد صعوبة في الدخول إليها، كما أن هذا المشروع يشكل حلاً لمسألة تطوير صناعة التكرير في دولة الكويت الحبيبة، حيث أنه يعمل على مواكبة احتياجات العالم من الوقود البيئي، والذي يتميز بجودة عالية ونسب شوائب قليلة. إن المسؤولية الملقاة على قطاع التكرير كبيرة، وتساهم في تنمية البلاد ومواصلة تحديث هذا القطاع وتحديثه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تتغير وتتطور بإيقاع متسارع، كما أن العنصر الذي لا يقل أهمية عن تطويره إنما هو تطوير الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع والارتقاء بمؤهلات الشباب الكويتي المنخرط في هذه الصناعة لكي يظل قادراً على امتلاك ناصية التكنولوجيا الحديثة وإدارة وتسيير منشآتنا بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة. فقد استقطبت المؤسسة وشركاتها التابعة ما لا يقل عن 358 وظيفة خلال عام 2014 في التخصصات الهندسية والعلمية، مما يضمن الاستقرار والنمو للصناعة النفطية الكويتية. ومن منطلق التنمية المستدامة، فنحن ندفع بعجلة التطوير والبناء، فإن ذلك كله من أجل الغد ومن أجل تحقيق اقتصاد متين يضمن أمناً وتنمية لأبنائنا وأجيالنا القادمة التي تستحق منا بذل الجهد لتحقيق أفضل العوائد على مواردنا الطبيعية وحسن استغلالها. وقد استشعر العاملون بالقطاع النفطي مسؤولية كبرى في الحفاظ على البيئة وابتكار الحلول الذكية للمحافظة على الصحة والسلامة في عمليات المنشآت التي يديرونها، فهذه مسؤولياتهم وواجباتهم. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أختم كلمتي أعبر عن شكر الجزيل لشركة البترول الوطنية ولجميع العاملين فيها ولجميع من ساهم في إنجاز مشروع الوقود البيئي حتى رأى النور ووضع الحجر الأساس، على جهودهم وعطائهم الذي يستحق منا كل التقدير والثناء، وأدعوهم إلى مواصلة هذه الجهود من أجل أن يكتمل المشروع في موعده وحسب المواصفات المعتمدة.
كما أشكر مسؤولي الشركات التي أصبحت تربطنا بها الشراكة البناء لتنفيذ هذا المشروع العملاق، وأدعوهم أيضاً إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الهدف، مع ثقتي بأن الجميع لن يدخروا جهداً في سبيل أن تصل هذه الشراكة الاستراتيجية التي رسمت لأعمالها ومهامها والتي نطمح جميعاً لتحقيقها، والله ولي التوفيق، وشكراً. كل الشكر لمعالي الدكتور علي صالح العمير. أعزائنا الحضور، إن مشروع الوقود البيئي يؤكد حرص شركة البترول الوطنية الكويتية على تزويد الأسواق العالمية بأفضل المنتجات البترولية، بما يعزز مكانة دولة الكويت في الاقتصاد العالمي. يتفضل الآن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، معالي الدكتور علي عمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أصحاب المعالي الوزراء والشيوخ، محافظ معالي محافظ الأحمدي، الرئيس التنفيذي مؤسسة البترول، السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول، والسادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، والسادة أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، سفراء الدول الصديقة، الأخوة الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين ونوابهم في القطاع النفطي، العاملين في الشركة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأود أولاً أن أعبر باسمي واسم جميع زملائي العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية عن عمق الشكر وخالص الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لشموله برعايته السامية حفلنا هذا، والشكر والعرفان أيضا لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، ولسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر لحضوره الكريم ومشاركته ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد لنا في هذا اليوم في احتفالية إرساء حجر الأساس للمشروع العملاق والاستراتيجي مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر من أهم العلامات البارزة في مسيرة الصناعة النفطية عموماً وصناعة تكرير النفط على وجه الخصوص. إن مشروع الوقود البيئي يأتي حصيلة لدراسات معمقة وأبحاث مستفيضة قامت بها الشركة مع مؤسسة البترول الكويتية وبمباركة من المجلس الأعلى للبترول وبموافقة كريمة من مجلس الوزراء الموقر، ويهدف المشروع إلى تحديث وتوسعة مصفاة مينا عبدالله ومصفاة مينا الأحمدي وإضافة عدد كبير من وحدات التصنيع والتحويل الجديدة في هاتين المصفاتين والمزودة بأحدث التقنيات الحديثة في مجال صناعة التكرير، مما يمكننا من بناء مجمع تكرير حديث ومتكامل يضم وحدات جديدة بالإضافة إلى تحديث عدد كبير من الوحدات القائمة، وسيتم إدخال التقنيات التي تنسجم مع هذه الوحدات الجديدة في المصفاتين بحيث تعملان معا كمجمع تكرير متكامل يمكن الشركة من إنتاج منتجات حديثة وإعطائها مرونة كبرى في خلط المنتجات وسرعة التحميل والتصدير والاستجابة الفعالة لمتطلبات ومتغيرات الأسواق المحلية والعالمية. إن مشروع الوقود البيئي سوف يرفع طاقة التكرير في المصفاتين إلى 800,000 برميل يومياً، وسوف يمنح مجمع التكرير الجديد شركة البترول الوطنية القدرة على تصنيع منتجات بترولية بمواصفات حديثة تطابق المواصفات العالمية. وليس يخفى على أحد أننا نواجه الآن صعوبة في تسويق منتجاتنا من زيت الوقود والديزل والكيروسين في عدد من الأسواق بسبب زيادة المحتوى الكبريتي في هذه عن الحدود البيئية التي تفرضها هذه الأسواق. ومن هنا تنبع أهمية مشروع الوقود البيئي في إدخال أحدث التقنيات في صناعة التكرير بحيث نرفع من مواصفات وقيم منتجاتنا ونفتح منافذ تصديرية جديدة للدخول في أسواق جديدة، كذلك تحسين منتجات السوق المحلي مما يخدم البيئة الكويتية. وفي الواقع أن توفير وقود نظيف وصديق للبيئة المحلية يعتبر أهمية كبرى بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية.
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، الحضور الكريم، تطلع شركة البترول الوطنية الآن بتنفيذ مشروع استراتيجي آخر لا يقل أهمية عن مشروع الوقود البيئي، وهو مشروع بناء مصفاة جديدة في منطقة الزور بطاقة 615,000 برميل في اليوم. وعند اكتمال مشروع مصفاة الزور بإذن الله فسوف تصل الطاقة التكريرية التي تتوفر عليها شركة البترول الوطنية إلى 1,400,000 برميل يوميا، وهذا يعني قرابة 50% من إنتاج الكويت من النفط الخام حسب المعطيات الحالية، أي أن دولة الكويت سوف تكون قادرة على تصنيع نصف إنتاجها من النفط بدلا من تسويقه كنفط خام. بالإضافة للقيمة المضافة التي تحققها هذه الصناعة، فإن فرص العمل التي يوفرها مشروع الوقود البيئي وكذلك مشروع مصفاة الزور وغيرها تعتبر بالآلاف، ومشروع الوقود البيئي لوحده سوف يحتاج إلى 1,250 وظيفة دائمة، بالإضافة إلى الآلاف من الفرص العمل المؤقتة على مراحل. وتشترط شركة البترول الوطنية نسبة 25% من القوى العاملة في عقود الصيانة والخدمات في هذا المشروع وفي جميع منشآتها من القوى العمل الوطنية. ولقد قمنا في شهر أبريل الماضي بتوقيع عقود تنفيذ المشروع مع 3 تحالفات من الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال، وكنا قبل ذلك قد تعاقدنا مع شركة عالمية أخرى للعمل كمستشار للمشروع BMC. وفي الوقت نفسه فإن عدداً من مهندسي الشركة ذوي الخبرة يعملون بالتنسيق مع الشركات المنفذة على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالتكنولوجيا التي تم اختيارها وموعد التنفيذ، بحيث تكون هذه النخبة من المهندسين الكويتيين قادرة على إدارة المشروع عند اكتماله في منتصف العام 2018 بمنتهى الكفاءة. ويتم حالياً تأهيل جيل جديد من المهندسين الجدد لامتلاك ناصية هذه التقنيات المتطورة في مجمع التكرير الجديد، كما تم إجراء دراسة عن إمكانية السوق المحلي في توفير الخدمات والمواد والعمالة اللازمة لهذا المشروع. ومن هنا فإنه ما يقارب عن 800 مليون دينار كويتي من القيمة الإجمالية للمشروع، وهي 4680 مليون دينار كويتي سوف يتم إنفاقها في السوق المحلي، مما يعتبر دعماً لتطوير الصناعة المحلية. سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، ضيوفنا الكرام، مرة أخرى أود باسم جميع العاملين في الشركة الوطنية العريقة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأنا أتقدم لكم بخالص الشكر لاقتطاعكم هذا الوقت الثمين من وقتكم الثمين لمشاركتنا حفلنا هذا في وضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي. وكما علمنا التاريخ بأنك لا تعد الأمواج عندما تصعد السفينة، فأن سفينة مشروع الوقود البيئي قد انطلقت بمشيئة من الله وبدعم سموكم الكريم. دامت الكويت مزدهرة وآمنة ومستقرة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، وفقنا الله لخدمتها والوفاء بديننا لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمهندس محمد غازي المطيري. حضورنا الكرام، لقد كانت شركة البترول الوطنية الكويتية منذ تأسيسها وحتى الآن إحدى أهم دعائم الاقتصاد الكويتي والتنمية، ورائداً من رواد النهضة الشاملة لدولة الكويت. وخلال الدقائق القادمة نستعرض وإياكم مشوار البترول الوطنية على مدى 55 عاماً. تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر من عام 1960 مشاركة بين القطاعين العام والخاص، لتكون بذلك أول شركة وطنية تعمل في مجالات الصناعة النفطية في المنطقة. تملكت الدولة شركة البترول الوطنية الكويتية وغيرها من الشركات النفطية عام 1975. وفي عام 1980 تأسست مؤسسة البترول الكويتية وأعيدت هيكلة القطاع النفطي، فأنيطت بشركة البترول الوطنية الكويتية مسؤولية قطاع التكرير وإسالة الغاز، وأصبحت تدير المصافي الكويتية الثلاث: مصفاة ميناء الأحمدي،
مصفات ميناء عبد الله، بالإضافة إلى مصفات الشعيبة، وكذلك مصنع إسالة الغاز في ميناء الأحمد. تكرير النفط: تقوم صناعة التكرير على تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية من خلال وحدات التكرير في المصافي، وتتوزع هذه الوحدات ما بين وحدات تصنيع ووحدات تحويلية ووحدات معالجة، بالإضافة إلى الوحدات المساندة. فمن الخزانات المنتشرة حول المصفاة ينقل الزيت الخام عبر خط من الأنابيب إلى وحدة تقطير النفط الخام، وفي هذه الوحدة يتم فصل المقطرات في برج التقطير تحت الضغط الجوي العادي إلى غاز ونافثة وكيروسين وديزل وزيت وقود، ليوجه كل مقطر بعدها إلى وحدة المعالجة الخاصة به. وتستهدف عملية المعالجة تحسين نوعية المقطرات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى في السوق. تبقى في قاع البرج مخلفات ثقيلة يتم إرسالها إلى وحدات تحويلية لتكسيرها واستخراج المشتقات الخفيفة. مصفات ميناء الأحمدي: يعود بناء المصفاة إلى سنة 1949، وقبل نهاية سنة 1986 أكملت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع تحديث المصفاة على مرحلتين: مشروع تحديث المصفاة RMP ومشروع الإضافات الجديدة FUP، وازدادت بذلك طاقتها التكريرية إلى 430,000، ووصلت الآن إلى 470,000 برميل في اليوم. وفي إطار مشروعي التحديث بنيت عشرات الوحدات الجديدة إلى جانب عدد قليل من الوحدات القديمة التي ظلت تعمل بعد إدخال تعديلات كبيرة عليها. وتعتبر مصفاة ميناء الأحمدي واحدة من أضخم مصافي التكرير، ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أيضاً، وتشكل لوحدها نصف الطاقة التكريرية الكويتية التي تبلغ الآن حوالي 930,000 برميل في اليوم. وتضم بالإضافة إلى الوحدات التصنيعية والتحويلية مصنع إسالة الغاز الوحيد في البلاد، وتبلغ طاقته حوالي 2680 مليون قدم مكعب في اليوم. ويتولى المصنع إسالة الغازات المستخرجة من حقول نفط الكويت والغاز المنتج في مصافي الشركة الثلاث. وينتج مصنع إسالة الغاز في مصفات ميناء الأحمدي غاز البروبين وغاز البيوتين والنافثة الخفيفة، بالإضافة إلى الغاز النحيل. كما ترتبط مصفات ميناء الأحمدي برصيفين لشحن النفط الخام والمنتجات والغاز، وهما رصيف التحميل الجنوبي ورصيف التحميل الشمالي. الرصيف الجنوبي الجديد هو الأحدث والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويضم 6 مراسم. مصفات ميناء عبد الله هي المصفات الثانية من حيث الطاقة التكريرية بعد مصفات ميناء الأحمدي، وهي الأحدث بين المصافي الكويتية الثلاث. يعود بناء مصفات ميناء عبد الله إلى عام 1958 من قبل شركة الزيت الأمريكية أمين أويل. وفي عام 1978 تم دمجها بشركة البترول الوطنية الكويتية. وفي عام 1988 أكملت الشركة مشروع تحديث مصفاة ميناء عبد الله الذي انطوى على بناء مصفاة جديدة تقريبا، إذ أضيفت إليها وحدة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة 190,000 برميل يوميا. وعدد كبير من الوحدات التحويلية، من بينها وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدات إزالة الكبريت من المتخلف الثقيل في قاع البرد الجوي ووحدة التفحيم. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة الآن 270,000 برميل في اليوم. وتصدر المنتجات المكررة في مصفاة ميناء عبد الله من الجزيرة الاصطناعية التابعة للمصفاة، وهي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن الشاطئ، وتحتوي على رصيفين لتصدير المنتجات البترولية. ومن أهم نتائج مشاريع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله تحويل مصافي التكرير الثلاث إلى مجمع تكرير متكامل، حيث زودت
كل مصفاة بشبكة من الأنابيب المخصصة لتبادل المنتجات مع المصفاتين الأخريين، ويحقق ذلك للشركة المرونة في تلبية طلبات العملاء، كما يساعد على تحسين مواصفات المنتجات بعد خلطها. كما أن كل مصفاة مزودة بغرفة مراقبة متطورة للتحكم بعمليات المصفاة. مصفاة الشعيبة هي أول مصفاة تبنيها شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك عام 1968، وكانت أول مصفاة تستخدم الهيدروجين في عملياتها بهدف تحسين جودة المنتجات البترولية لكي تستوفي متطلبات الأسواق العالمية. وتنتج المصفاة سلسلة واسعة من المنتجات، من بينها النافثة للصناعات الكيميائية وبنزين السيارات بكل أنواعه، ووقود الطائرات النفاثة، والديزل للسيارات والمصانع، وزيت الوقود للأفران والمصانع، ووقود السفن البنكر. وبعد توسعتها عام 1975 ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 200,000 برميل في اليوم، وتصدر منتجات مصفاة الشعيبة من رصيف التحميل الذي يحتوي على 4 مراسٍ. إن شركة البترول الوطنية الكويتية، وبعد ما حققته من إنجازات على صعيد صناعة تكرير النفط، فقد حققت الكثير من النجاحات المتعاقبة في مجالات تنمية الموارد البشرية الكويتية والصحة المهنية والسلامة الصناعية وحماية البيئة، مما عزز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة كأحدى الشركات الوطنية الرائدة. شكرا لمتابعتكم. يستعرض ورانا الآن مدير مشروع الوقود البيئي السيد عبد الله فهاد العجمي أهم ملامح المشروع والفوائد المرجوة منه من النواحي الاقتصادية والتنموية والبيئية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، أسعد الله صباحك بكل خير. الأخوة والأخوات الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسرني أن أستعرض معكم شرحا حول مشروع الوقود البيئي في الدقائق التالية. البداية هي مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية إلى العام 2030، وهي الاستراتيجية التي تضطلع شركة البترول الوطنية بقطاع التكرير فيها وما يخص التكرير، وهي قائمة على التوسع في الطاقة التكريرية وصولا إلى 1,400,000 برميل، وكذلك زيادة الطاقة التحويلية مع عدم الإخلال بمتطلبات تزويد الطاقة المحلية، وكذلك تحقيق أقصى قدر من التكامل بين صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات وتعزيز مكانة دولة الكويت عالميا وتعظيم تصريف النفوط الثقيلة محليا. ضمن هذه الاستراتيجية يأتي مشروع الوقود البيئي ليكون حجر أساس في ما يخص تعظيم المنتجات المحلية والطاقة التحويلية، ويمكن مشروع الوقود البيئي الكويت من دخول أسواق جديدة وارتيادها بتنافسية عالية، وكذلك يزيد الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800,000 برميل يوميا، وهو بميزانيته البالغة 4,680,000,000 يعتبر أضخم استثمار رأسمالي في تاريخ الدولة وليس في تاريخ القطاع النفطي فحسب، وهو أيضا مؤشر قوي على عزم الكويت على تحقيق الريادة في سوق المكررات النفطية. أهداف مشروع الوقود البيئي: يهدف مشروع الوقود البيئي إلى تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من مكررات عالية الجودة صديقة للبيئة، وكذلك تحديث مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي بما يلزم، وزيادة الاعتمادية وكفاءة المعدات الصناعية، وهو كذلك يخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، ومن أيضا يزيد من فرص العمل للقطاع الخاص في الكويت من خلال مشاركة الشركات المحلية من مقاولين ومصنعين ومختلف مزودي الخدمات في تلبية احتياجات المشروع. الآن عندما ننتقل من الاستراتيجية إلى التنفيذ، نأتي إلى ما سيحدثه مشروع الوقود البيئي في مصافي الكويت الحالية. مشروع الوقود البيئي سيضيف 39 مصنع
لمختلف المكررات والوحدات المساندة من إنتاج البخار وغيره إلى مصافي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، وسيقوم كذلك باستخدام مرافق التخزين والتصدير في مصفات الشيبة. وهناك 7 وحدات سيتم إيقافها عن العمل لتقادمها وتدني مواصفات منتجاتها، وهناك 7 وحدات سيتم تحديثها وترميمها بما يلزم لمواكبة السوق متطلبات السوق العالمية. ونظرة إلى شعارات الشركات المشاركة معنا تشير إلى أننا اخترنا رواد تكنولوجيا تكرير النفط في العالم ليزودونا بتكنولوجيا التصنيع، ولذلك لنكون على المربع الأول في مزودي السوق العالمي بما يحتاج من منتجات. ضخامة المشروع تتضح من خلال النظر إلى هذه اللوحة التي ترين أن هناك أكثر من 4000 معدة سيتم استيرادها من مختلف دول العالم أو تصنيعها محلياً، وهذا يشكل رقم ضخم لا يستهان به وتحدي لوجستي كبير للبنية التحتية للكويت. والتنسيق قائم حالياً مع الأخوان في المؤسسة العامة للموانئ والجمارك والهيئة العامة للصناعة للتأكد من سهولة وسلاسة توفير هذه المعدات في الوقت المطلوب. ايضا هناك حجم تقديري لبعض الكميات، على سبيل المثال هناك حاجه الى 500,000 متر مكعب من الخرسانه المسلحه ومزيد على 88,000 طن من الحديد الهيكلي، وهذا كله يتطلب استعدادات كبيره سواء من السوق المحلي او السوق العالمي، ويعطينا دلاله على ضخامه المشروع. هذا المنظر الجوي يبين لنا الموقع الجغرافي للمشروع تحديدا، ونحن نجد هنا في 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 شمال مصفات ميناء الأحمدي تقع إلى الشمال من منطقة الشعيبة الصناعية، وإلى الجنوب منها مصفات الشعيبة، وإلى الجنوب مصفات ميناء عبد الله. الآن الإطار المحدد باللون الأبيض لمصفات ميناء الأحمدي هو موقع المصفاة القائمة الحالية، والإطار المحدد باللون الأحمر لموقع مشروع الوقود البيئي يشير إلى المواقع الجديدة، المرافق التشغيلية الجديدة لمشروع الوقود البيئي. إلى الجنوب من ذلك الإطار الأبيض جنوباً يحدد موقع مصفات ميناء عبد الله، والإطار المحدد باللون الأحمر يحدد المواقع التشغيلية الجديدة لمصفات ميناء عبد الله المشروع الوقود البيئي. وموقعنا الحالي الذي نجلس فيه هو موقع مشروع مباني المشروع الوقود البيئي التي تقع إلى الجنوب من مصفات ميناء عبد الله. ننتقل بعد ذلك إلى هذا المنظر الجوي الذي يرينا دراسة الأثر المروري، حيث يتطلب تنفيذ المشروع ما يقارب من 40,000 من العمالة في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي، وهذا بدوره سيكون له أثر على الحركة المرورية في المنطقة. تمت دراسة الأثر المروري وتم الوصول إلى توصيات مع المستشار، ونقوم بتنفيذها حاليا مع الأخوة في وزارة الأشغال العامة وفي الإدارة العامة للمرور للتأكيد من تفادي إحداث ازدحام مروري في المنطقة ولتنفيذ الأمور بسلاسة ويسر. هذه اللوحة ترينا الامتداد الجغرافي لتنفيذ المشروع. مشروع بهذه الضخامة يتم عمل أعماله الهندسية في 3 مكاتب رئيسية في هولندا والشارقة ويوكوهاما في اليابان، وهناك أكثر من 15 مكتب هندسي مساند تقوم بإعداد الرسومات والمخططات الهندسية، ويقوم بمراجعتها فرق متخصصة من المهندسين الكويتيين في المواقع الثلاثة آنفة الذكر، ويقوم كذلك عدد كبير من المهندسين في مصافي بزيارة هذه المواقع بين الحين والآخر لمتابعة العمل والتأكد من سلامة الأعمال الهندسية. طبعاً عمل بهذه الضخامة تم تقسيمه إلى 3 حزم ليكون بمقدور المقاولين العالميين تنفيذه. الحزمة الأولى حزمة مصفات ميناء عبد الله، وتمت ترسيتها في وتوقيع عقودها في أبريل الفائت مع تحالف بقيادة شركة جي جي سي اليابانية وشركائهم جي اس واس كي من كوريا، وبلغت قيمة العقد 1,361,000,000، وهو بذلك أضخم عقد في تاريخ الكويت، والعمل يجري حاليا وفق الخطة المرسومة. الحزمة الثانية حزمة ميناء عبد الله الأولى لشركة بتروفاك،
لا السلايد اللي قبلها بتروفاك من مكاتبهم في الشارقة البريطانية من مكاتبهم في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وحلفائهم سامسونج إنجينيرينج وسي بي آي يقومون بتنفيذ عمل بعقد بقيمة 1.71 مليار دينار كويتي في مصفات ميناء عبد الله ومصفات الشعيبة. والحزمة الأخرى في مصفات ميناء عبد الله تقوم تم ترسيتها على شركة فلور الأمريكية وتقوم بتنفيذها من مكاتبهم في هولندا وحلفائها ديو وهايونداي هيفي إندستري الكوريتين وقيمة العقد 962 مليون دينار كويتي وكل العقود مخطط لها أن تنتهي في مطلع عام 2018 حسب الجدول التنفيذي المعتمد من المجلس الأعلى للبترول. ونبشركم يا سمو الرئيس والأخوة الكرام أن العمل يجري حاليا وفق الخطة التنفيذية والتكلفة المعتمدة ولا نجد سوى مؤشرات إيجابية تدعونا للتفاؤل بالانتهاء من العمل في وقته المحدد. هناك أيضا مستشار المشروع شركة فوستر ويلر أمك البريطانية وهناك عقود مساندة تم توقيعها مع شركات سامسونج سي إن تي لتحضير الأرض وديلم الكورية لتحديث وحدة الإف سي سي وسيمنز الألمانية لربط مرافق المشروع الكهربائية مع الشبكة الكهربائية في الدولة. وعقد سيمنز بطبيعة الحال لابد من الانتهاء قبل كل الأعمال الأخرى لتكون الكهرباء متوفرة لمرافق المشروع. والأداء الحالي لشركة سيمنز بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تعاون الأخوة في وزارة الكهرباء أكثر من مرضي ويشير إلى الانتهاء في الوقت المحدد. نأتي إلى الفوائد الاقتصادية للمشروع. الفوائد الاقتصادية للمشروع لا تقتصر على العائد الاقتصادي المجزي المرجو من المشروع لصناعة التكرير وإنما تتعداه لتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية حيث تم وضع بنود في العقود ينص على صرف استثمار ما يقارب 20% ما يزيد عن 20% من قيمة العقود وهو ما يقارب 800 مليون دينار كويتي في السوق المحلي. ويأتي ذلك على شكل ترسية عقود بالباطن لشركات المقاولات المحلية الكويتية المؤهلة وكذلك شراء معدات وخدمات من المصنعين ومزودي الخدمات في الكويت. والمؤشرات كلها تشير حاليا إلى إمكانية صرف أكثر من 20% حيث يلتزم المقاولون بما لديها. تم صرف حاليا تم تحقيق التزامات تزيد عن 200 مليون دينار كويتي والقادم إن شاء الله في الطريق أكثر. في الختام أود يا سمو الرئيس أن أوجه لك جزيل الشكر على اهتمامك وتجشمك عناء الحضور إلينا اليوم وأأمل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ومساعدتنا على أداء عملنا بما يرضي الله وأن نجتمع مرة أخرى إن شاء الله لنحتفل بالتشغيل الناجح لمرافق المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد عبد الله فهد العجمي مدير مشروع الوقود البيئي على ما تفضل به. أعزائنا الحضور، نظرا لضخامة المشروع وامتداده عبر عدة دول تم إفاد نخبة من خيرة مهندسي الشركة لمواقع المقاولين الرئيسيين للمشروع في كل من أمستردام في هولندا، يوكوهاما في اليابان والشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ذلك لمتابعة الأعمال الهندسية عن قرب والاكتساب الخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع. ننتقل الآن عبر الأقمار الصناعية في بث مباشر إلى زملائنا المهندسين متواجدين حاليا في أمستردام في هولندا للإطلاع على سير العمل هناك. تفضلون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء المقر، معالي الوزراء، الحضور الكرام. معاكم المهندس رياض عبد اللطيف التورة، رئيس فريق تنسيق المشروع حزمة التنفيذية الثانية في مصفات ميناء عبد الله. أرحب بكم من مكتب فلور أمستردام في هولندا. أنا وزملائي المهندس عبد المطلب التراكمة، المهندس طارق الحجي، المهندس أحمد التركيت. كذلك يوجد في هولندا 12 مهندس كويتيين تحت التطوير من مختلف التخصصات تدربون في مكتب المقاول. يشمل نطاق عمل الحزمة الثانية على العديد من الأعمال، منها بناء وحدات الخدمات المساندة وتحديث بعض وحدات التصنيع الموجودة حالياً في المصفات. تبلغ قيمة العقد 962 مليون دينار كويتي. المقاول المسؤول هو تحالف قيادة فلور وعضوية كل من هيونداي ودايو. والأعمال المتعلقة بهذه الحزمة تسير وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة. نرجو أن نكون على قدر المسؤولية
وعنده حس ظن الجميع. وشكرا لكم. شكرا للزملاء في هولندا. نشاهد الآن على الشاشة زملائنا في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ليحدثونا عن جانبهم من المشروع. يتفضلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر مع الوزراء والسادة الحضور الكرام. معكم من مكتب المقاولة الرئيسي للحزمة الثالثة في الشارجة المهندس محمد فاضل أبو عباس رئيس فريق تنسيق المشاريع، وكل من المهندسين مشعل السعيدي، فهد الهدية، أنور الميع، وسعود العوضي، بالإضافة إلى تواجد 9 مهندسين كويتيين حديثي التعيين كجزء من خطة التطوير الوظيفي. تم ترشيح الحزمة على تحالف مقاولين عالميين بقيادة شركة بتروفات البريطانية وسامسونج الكورية وسي بي أند آي الهولندية. يشمل نطاق العمل التصميم والتوريد والإنشاءات بقيمة إجمالية تعادل 1.71 مليار دينار كويتي بمدة إنجاز 45 شهراً. يعتبر المشروع جزء من مشاريع التنمية الوطنية وتجسيد فعلي لرؤية الشركة الطموحة بأن تكون رائدة في المنطقة ولإرساء موضع قدم في المنافسة العالمية. الحزمة تهدف لتطوير وتوسعة مصفات ميناء عبد الله لرفع الطاقة التكريرية وتحقيق نقلة نوعية لإنتاج وقود صديق للبيئة ليواكب احتياجات المستهلكين وخلق فرص تسويق واعدة لمنتجات شركة البترول. وكل الشكر لسموكم لدعمكم المستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزملاء في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. ننتقل أخيرا إلى زملائنا في يوكوهاما في اليابان للحديث عن نطاق العمل الخاص بهم هناك. تفضلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، الإخوة والأخوات الحضور، فهد أحمد بوزبر فريق تنسيق المشاريع حزمة مصفاة ميناء الأحمدي. نتواجد حاليا في يوكوهاما بمكتب مشروع الوقود البيئي، حيث يتكون فريق التنسيق من 6 مهندسين كويتيين. من على اليمين محمود العبهول، بدر تراغ الحداد، مازن بيبي، عبد العزيز البعيجان، وشملان الرومي، وذلك للإشراف على أعمال الهندسة والتوريد. مقاول الحزمة هو تحالف بقيادة جي جي سي اليابانية وعضوية جي اس واس كي الكورية. قيمة المشروع 1.360 مليار دينار. نطاق عمل المشروع يتضمن وحدات جديدة وتجديد بعض الوحدات والمرافق التابعة للمصفات. نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع حتى الآن ما يقارب 16%، مدة العقد 44 شهر وتنتهي في ديسمبر 2017. يتواجد معنا 11 من مهندسي الشركة حديثي التعيين، تم إلحاقهم مع المقاول الرئيسي تحت برنامج الأعمال التدريبية. إن شاء الله نكون نحسن الظن في تنفيذ مهام المشروع، وشكرا. تفضل سمو الشيخ بوضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي. التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة. لسموي مع الإدارة التنفيذية للشركة. يتشرف المهندس محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطني الكويتية بتقديم الهدية التذكارية لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر.
نشكركم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب المعالي الوزراء، حضورنا الكريم، على تشريفكم ودعمكم المستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.